الطلاب، اليوم راح نشرح السيشن الثالث بمادة الميتابوليزم. اللكتشر الأول من عنده اللي هو بعنوان الكربوهيدرات ميتابوليزم الجزء الثاني. أنبه وأحب أنوه على هذا الشيء أنه أنا ما أشرح الميتابوليزم أساساً، لكن بسبب طلبكم المتكرر جاي أحاول أنه أشرح. أنا بطبيعتي أحاول أنه أدرس الورك بوك مو المحاضرات، بس لأنه إذا إحنا شرحنا الورك بوك راح نطول كل شهواي نطول زين، فلذلك هسه أنا فضلت أنه نقرأ المحاضرات وبعدين نرجع للورك بوك. أي معلومة خارجية بالورك بوك راح نضيفها بعدين، بس حاليا دراستنا بالبداية راح تكون للمحاضرات. وأنا كذلك طريقتي هم هيك صارت، لأنه شفت نفسي أستفيد أكثر إذا طبقت هذا الأسلوب زين. What is pentose phosphate pathway؟ البنتوز phosphate pathway، من أني أقول بنتوز كل شيء بنتوز، لا تتذكرون بنتس ميث إيث بروب بيوت بنتس، ها يعني كل شيء له علاقة بالرقم خمسة بنتس زين، هاي إيش بنتس له علاقة بالرقم خمسة. بنتوز phosphate هذا جاي يحكي عن مركب بخمس كربونات. الفوسفات هو مجموعة الفوسفات، pathway يعني مسار أو عملية. شنو هو البنتوز فوسفيت باثوي؟ أول شيء راح يقول لك أسماء، يعني هو اسمه أصلا بنتوز فوسفيت باثوي، بس شنو الأسماء مال الدلع مات تشيد العوشي صيحوا له. أول اسم بنتوز شانت، بنتوز شانت هذا أول اسم يسمون بالبنتوز فوسفيت باثوي. فمن أقولاني البنتوز شانت هو نفسه بنتوز فوسفيت باثوي، نفس محمد نفس حمودي زين. وراها عندك هيكسوز مونو فوسفات همينا شانت زين، بنتوز شانت وهكسوز مونوفوسفات شانت زين. هاي ثاني اسم. ثالث اسم هو شنو باوع؟ فوسفو جلوكونيت باثوي، هيش نتهجل اسم. هذين الاسماء الثلاثة لا تتعبون حالكم بهن كل شهواي، يعني شنو افهمها هاي شو اسوي لها، بس احفظها واسكت بس هيجي زين. بس تحفظ لي هسه التعريف بعد اهم شويه، شنو معنى البنتوز فوسفيت باثوي اللي هو بي بي بي، يعني لانه انا اخذت اول حرف من كل كلمه زين فسويتها بنتوز فوسفيت باثوي. شنو معناها؟ يقول از ابروسس، هي عمليه ذات بريكس داون اللي تحطم الجلوكوز 6 فوسفيت. جلوكوز هو جلوكوز متكون من 6 ذرات كربون، وهنا اشار الى 6 ذرات كربون. فوسفيت اللي هو البي اللي هو مجموعة الفوسفات اللي هو رمزولة G6B، راح يحطم الجلوكوز 6 فوسفات، يحطمه إلى ناد BH وبنتوز. شنو البنتوز؟ معناه 5 كربون شوغر، يعني سكر متكون من 5 ذرات كربون. إذن هاي العملية راح تحطم الجلوكوز 6 فوسفات إلى ناد BH وبنتوز 5 كربون فوسفات. وهاي العملية موقع حواني صير تصير بالسايتوسول. إذن هسه صار عندنا أكثر من معلومة عن المواقع مال هذني العمليات، إنه الجلايكوليسز بالسايتوسول، البنتوز فوسفيت باثوي بالسايتوسول، البنتوز فوسفيت باثوي وين يصير بالسايتوسول. أما بالنسبة إلى العملية مال دورة كريبس تصير بالميتوكوندريا، هذا هو فرق يعني تديرون بالكم عليه شوية زين. هنا أنا شي يقول it is an alternate route، هو طور يعني خلينا نقول متباين for the oxidation للأكسدة مال الجلوكوز اللي هو 6 كربونات بي زين، without بدون direct consumption or generation، يعني بدون استهلاك مباشر أو توليد مباشر للATP. يعني لو تلاحظون هنا المسارات اللي موجودة أنا عندي هنا بالأساس، خليني أجيكم شوية هنا، هاي المسارات كلهن اللي موجودات هنا إذا ننتبه عليهن شوية راح نقول يابا شو ماكو اصلا يعني اي تي بي، ما مذكور اصلا اسم الاي تي بي هنا. ليش؟ لان هنا ما راح يصير اكو اي شيء مباشر بالنسبه للاي تي بي، لا استهلاك ولا غيره، ماكو اي اسم مباشر للاي تي بي، انما شكل غير مباشر يعني الناد والاي دي يعني الاي دي بي والمدري شنو. راح نذكر بعض الاسماء اللي لها علاقه بالطاقه وهالامور هاي، بس شنو ما راح نذكرهن، راح نسولف بشكل غير مباشر عن الاي تي بي. اذا ما راح يكون اكو استهلاك مباشر ولا جينيريشن يعني توليد المن للاي تي بي. طبعا هو هنا انت عندك سيرفز يخدم او يعمل اللي هو البنتوز فوسفيت باثوي as an entry into glycolysis as an entry into
جلايكوليسيس، يعني كمدخل لانحلال السكر. شلون؟ راح نشوف بعض الاسماء لبعض المركبات هي اساسا هذه المركبات موجوده بانحلال السكر، فبطريقه او باخرى ممكن هذا المركب شلون تقول هو اساسا يعني اسمه سمعناه بانحلال السكر قد يروح يكمل بانحلال السكر هناك. فور بوث خمسه كربون شنو او سته كربون شوغر. زين الفيسز يعني الاطوار، الفيسز يعني شنو؟ يعني الاطوار مال البنتوز فوسفيت باثوي. مال البنتوز فوسفيت باثوي شنو الاطوار مال البنتوز فوسفيت باثوي او سته كربون شوغر. زين الفيسز يعني الاطوار، الفيسز يعني شنو؟ يعني الاطوار مال البنتوز فوسفيت باثوي. مال البنتوز فوسفيت باثوي شنو الاطوار مال البنتوز فوسفيت باثوي؟ اول طور هو الاوكسيديتيف فيس وهو الطور المؤكسد، وهذا الطور يكون ريفرسبل يعني غير انعكاسي، وثاني طور هو النون اوكسيديتيف وهذا انعكاسي. بس ايش ما جاء اشرح شيء هسه اني قوي لان بعد هالماده ما جايه الشغلات القويه ترى، هاي بس ايش شغلات حفظيه سهله كلش، يعني انه طورين يعني واحد مؤكسد والثاني غير مؤكسد، هي هاي هم صعبه بربك، هاي هم صعبه. زين يجيك هسه هنا انه احنا راح نسولف عن الخطوات ذني، واريدكم هسه تركزون كلش زين وياي بهذني الخطوات لانه هن اللي يعانون من عدها الطلاب. انا من اسولف عن بنتوز شنو؟ بنتوز فوسفيت باثوي. بنتوز فوسفيت باثوي الهدف مالتي من كل عمليه لازم اعرفه، هدفي من هاي العمليه احصل البنتوز يعني احصل الخمس كربونات، بس انا ما اقدر احصل عليهن بشكل مباشر الا اجيب الجلوكوز بالبدايه ابو الست كربونات. يلا بعد هنا هو من الجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز 6 فوسفيت اذا تتذكرون من جانا، اجانا من جلوكوز اصلا، يعني جلوكوز عادي صاير بيه كاينيز، يعني جايبي له انزيم الكاينيز حتى يضيفوا له شنو؟ حتى يضيفوا له من الاي تي بي، ياخذوا له بي وينطوه اياه هنا، مو صحيح هنا؟ اي هاي بالضبط. زين بس هو هاي الخطوه ما اخذ بيها، يعني ما اشتغل بيها، يعني بدا من شنو؟ بدا من الجلوكوز 6 فوسفيت. فراح يبدا من الجلوكوز 6 فوسفيت. الجلوكوز هو الجلوكوز العادي، السته يعني معناها 6 كربونات. ناو فوسفيت هو شنو؟ هو البي، يعني هو الفوسفات مثل تقول. زين حلو، اني اخلي على بالي شغله انه اني من اريد احول من السته للخمسه راح ايش اسوي؟ راح مثل انه اكسر او افلش الجلوكوز. زين ف يعني اخلي على بالي اكو واحد تتذكرونه انزيم الكاينيز، زين اكيد تعرفونه كلكم تعرفونه انزيم الكاينيز، لو استخدمته على سبيل المثال استخدمت الكاينيز هذا راح يضيف ما يفيدني، انا اريد افلش اريد احطم، فهسه الكاينيز خلال هذا التفاعل ما راح اذكره، وكذلك الاي تي بي خط احمر ما ينذكر. زين خلال شنو؟ البنتوز باثوي او البنتوز فوسفيت باثوي ما ينذكر الاي تي بي ولا ينذكر الكاينيز، خلوهن على بالكم هذين الاثنين. زين فاحنا منو اللي يفكك ويكسر وما ادري شنو؟ الديهايدروجينيز راح نستخدمه. خوش راح نستخدم الديهايدروجينيز وراح يتحول ال NADB الى NADBH. زين راح يتحول ال NADB الى NADBH ومباشره راح يصير عندي مركب جديد، مركب معقد اسمه، بس هو مميز لذلك ما راح تنسوه. راح يصير عندي مركب اسمه 6 فوسفو جلوكونو خوش لاكتون. صار عندي هذا المركب، هذا اللاكتون هو مثل الزيادة صاير هنا عندي. ناو اللي أريده أنه أتخلص من هذا اللاكتون. زين يعني بهاي الخطوة أريد أتخلص من هذا اللاكتون، شلون أشيله؟ إحنا أي شيء نريد نتخلص من عنده نضيف له إنزيم على اسمه، يعني ما هو لاكتون أضيف لاكتونيز، بس هو لهاي هذا اللاكتونيز ضفت له اللاكتونيز انشال. زين صار بس فوسفو جلوكونيت. زين فبهالسهوله هاي من اني سويت هاي العمليه ال H2O حرق لي H موجب. زين عيني ال H2O حرق لي H موجب. زين وراها هنا يقول لك السته فوسفو جلوكونيت ايش راح يصير بيه؟ راح يتحول الى رايبلوز 5 فوسفيت. بس شلون يتحول الى رايبلوز 5 فوسفيت؟ لازم اكو شيء شال من صار 5، شالوا فد شيء معين. اي يعني هنا من اي تفاعل يصير بيه حذف شيء معين، قبل اخلي على بالي اقول هذا كنه دي هايدروجينيز
وفعليا اخلي دي هيدروجينيز ويطلع صح الانزيم اللي خلوه هنا هو دي هيدروجينيز. لما يتحول انتبه لي هنا هاي هذا تحفظ ليها كلش زين. لما يتحول الفوسفو جلو جلوكونيت الى رايبيلوز 5 فوسفات هنا بهذه العمليه ال NADB راح يتحول الى NADBH وراح يتحرك. همين عندي CO2 وصلنا للرايبيلوز 5 فوسفات وانتهى الطور اللي هو يصير بيتا اكسود اللي هو اوكسيديتيف. ثاني طور اللي هو نان اوكسيديتيف. النان اوكسيديتيف ستيج راح يبدي بالرايبيلوز 5 فوسفات. الرايبيلوز 5 فوسفات ايش راح يصير بي؟ راح ينطيني رايبوز. الرايبيلوز والرايبوز اخوان لذلك بالايزومر يعني واحد عكس الاخر تقول ما الايزومر بعد تعرفونه انتو زين. الرايبيلوز صار رايبوز يعني نفس الشكل رايبوز 5 فوسفات وهنا رايبيلوز 5 فوسفات ما متغير ذاك الشيء الكبير زين. وانطانا ايضا مركب اخر يعني اكو بيهم يقرون هاي الاكس يقروها مثل الزيت يعني يقروها او اكو بيهم يقروها اكس بس انا راح امشي عزت لان سمعتها على اليوتيوب واحد اجنبي قايلها مثل الزيت فراح نقول زايليلوز 5 فوسفات زايليلوز 5 فوسفات زين. إذن هذا التفاعل هو شنو؟ إيبيميريز. الإيبيميريز شنو فرقه عن الآيزوميريز؟ خلنا نجي هنا نوضحها هاي الشغلة شنو فرق الإيبيميريز عن الآيزوميريز. هي قد تكون المادة جافة لكن إحنا لازم نوضحها. أنا من أقول هذا آيزوميريز. تخيل الآن عندي مركب هو RSS بالآيزوميريز راح ينعكس هذول اللي على اليمين راح يصيرون باليسار SSR زين. هذا شنو؟ هذا ايزومريز. بالايبيميريز مثلا انا عندي ار اس اس ايش راح يصير؟ ما راح يصير يعني اس اس ار لا ما راح يصير هيجي راح يصير لا شنو راح يصير اس يعني من هاي الناحيه صار بهم تناظر بس هذا اللي المفروض يجي هنا انشال وتبدل بمكانه واحد يشبه ذوله فهذا هو الايبيميريز. وهمينا 5 فوسفات زين. انا هسه هنا عندي منعطف بالتفاعل كله انه انا حصلت الرايبوز اللي اريده بس التفاعل راح يستمر يعني هو التفاعل دائما يكون مستمر بس هو الرايبوز اللي حصلته هاي حصلت الرايبوز زين. راح يجي انزيم اسمه تران كيتوليز دائما تخلي ببالك الترانس كيتوليز هو كل شيء له علاقه بالثنيين كربون زين طلاب. كل شيء له علاقه بالثنيين كربون هو ترانس كيتوليز هيك يعني راح ينطق الاسم مالته له علاقه بشنو؟ إلى علاقة بالثنيين كربون راح نسميه ترانس كيتوليز زين حيني. الثنيين كربون شنو وضعها جاي أنا أحكي عليها؟ أقصد إنه ثنيين كربون راح أخذها من الرايبوز مو هو خمسة راح يبقى من الخمسة شقد يبقى من الخمسة ثلاثة وأوديها لهذا هو مو خمسة راح يجي اثنين يصيرون شقد يصيرون سبعة فنتج لي مركبين كل شيء ثلاثي ويا المركبات اللي بيهن سكر راح أسميه جلوسر وهنا أنا راح أسميه جلوسر ألديهايد 3 فوسفات. إحنا اتفقنا هو خمسة كان أخذت من عنده شنو أخذت من عنده اثنين بقى ثلاثة فصار جلوسر ألديهايد 3 فوسفات زين. هنا أنت عندك بعد بالترانس كيتوليز مو هذا قلنا راح يصير سبعة حلو راح ينطينا مركب جديد اسمه شنو اسمه سيدو هيبتوليز سيدو هيبتوليز سبعة فوسفات راح ينطينا إياه. الخطوات الباقية راح يصير أنا عندي ترانس الدوليز الترانز الدوليز هذا هو هم انزيم. هذا الانزيم شنو اللي راح يسوي؟ انه هسه هذول اثنين هم زين راح يجي الترانز الدوليز ينطينا من عندهم اريثرو او اريثروز 4 فوسفات وينطينا فركتوز شنو فركتوز 6 فوسفات زين. هذا الترانز الدوليز هيجي يسوي ينطينا اريثروز 4 فوسفات وينطينا فركتوز 6 فوسفات. هذا الحد الآن هنا راح يتوقف هذا راح يتوقف الهاي الخطوة زين. وراح يجي أنا عندي هنا بالإريثرو إريثروز 4 فوسفات راح يصير أنا هنا عندي إنزيم اسمه ترانس كيتوليز. ترانس كيتوليز إيش راح يسوي؟ راح هنا إيش يسوي لي؟ راح مباشرة راح يسوي فركتوز 6 فوسفات زين وجلوسر الديهايد 3 فوسفات. هذا الترانس كيتوليز اللي هو هنا
كولي فركتوز 6 فوسفيت وجلوسر الديهايد شنو 3 فوسفيت تكونوا هذول عندي. بالاخير هو هذا ناتج العمليه كلها. العمليه قد تكون تدوخ على الطالب شويه بس هسه انا شرحتها شرح مبدئي شرح اولي خلينا نقول، بس الفكره كلها مال الموضوع هسه راح اوضحها بشكل اكبر. خلينا نقرا الكلام اللي موجود هنا حتى تتضح الصوره اكثر. يقول لك الجلوكوز 6 فوسفيت از كونفيرتد تو رايبلوز 5 فوسفيت هايبل يا طور بالطور اللي هو اوكسيديتيف. زين راح يتحول هذا الجلوكوز 6 فوسفيت الى رايبلوز شنو الى رايبلوز 5 فوسفيت، وهذا شيء فعلي وصحيح. زين 2 مولكيولز اوف ناد بي ار ريديوس تو شنو تو ناد بي اتش. هنا انا اباوع المولكيول الاول مال الناد بي صار ناد بي اتش، والمولكيول الثاني مال الناد بي صار ناد بي اتش، وهو هذا الشيء صحيح فعليا لعد. راح يطلع لي مره H2O ومره CO2. هاي ال H2O وال CO2 كانوا من ضمن التفاعل، هذا ال H2O وهذا ال CO2 كانوا من ضمن التفاعل، قال لك انهم كانوا من ضمن التفاعل. خلاصة الكلام بالأوكسيديتيف شنو؟ انه انا اريد احول بالأوكسيديتيف اريد احول الجلوكوز 6 فوسفيت اوصله يصير الى شنو؟ اوصله يصير الى رايبلوز 5 فوسفيت. زين؟ دائما عمليات الانحلال ذني اول خطوة انه شنو؟ جلوكوز 6 فوسفيت ايش اسوي له؟ انه انا اريد افلشه اريد اسوي 5 مو 6، فراح اخلي ديهايدروجينيز. من خليت ديهايدروجينيز مو اول ما اخلي ديهايدروجينيز اول خطوه قبل راح يتفلش المركب وكذا، لا راح يمر بخطوات. انطاني مركب قلنا هذا المركب اسمه غريب وجديد علينا. زين واجا بالاخير من بهذا المركب اجى شيء اسمه لاكتون، قدرت اشيل هذا اللاكتون ضفت يعني انزيم حتى يشيله اللي هو اللاكتونيز فشلناه. واستمر التفاعل على هذا النحو هم يعني مرة ضفنا ديهايدروجينيز ووصلنا للرايبلوز. هنا لما وصلنا للرايبلوز 5 فوسفيت مرة سوينا إلى آيزومر ومرة سوينا إلى إيبيزومر وطلعت نتائج مختلفة بالآيزومر وبالإيبيزومر. وهنا قبل إجا ترانسكيتوليز اللي هو استخدم 2 كربونات نقلهم من الرايبوز للزيليلوز 5 فوسفيت، أثرنا على النتيجة بشكل كبير وأنطانا النتائج اللي هي موجودة على النحو الآتي. طبعاً الطور اللي هو نان أوكسيديتيف هو ريفيرزبل، جاي نلاحظ كل الأسهم انعكاسية مثل ما تشوفون، لذلك سميناه شنو؟ سميناه ريفيرزبل. وهذا جينيريتس 5 كربون شوغرز which can be used in synthesis of a nucleotide. أقول لك ذرات الكربون الخمسة اللي ناتجة بالطور اللي هو المؤكسد او اللي يصير بعمليه شنو عمليه النان اوكسيديتيف اسف اللي هو غير مؤكسد، ممكن تستخدم وين؟ بتصنيع النيوكليوتيدات اللي اخذناها وين؟ بالام جي دي. زين اوكي طلاب، هسه وصلنا الى الامبورتنس مال البنتوز فوسفيت باثوي، يعني اهميه البنتوز فوسفيت باثوي. هاي ممكن كلها قلت لكم يعني ممكن يختصرها بي بي بي، يعني ممكن شي يقول لنا what is the importance of P P B، وهذا وارد زين عادي يعني سووها هم. اول شيء يقول لك generation، اول اهمية generation يعني توليد. زين توليد generation يعني شنو؟ generation يعني توليد توليد اوكي generation يعني شنو؟ يعني توليد. هاي على مود الطلاب اللي ضعيفين بالانجليزي. زين of NAD BH generation of NAD BH يعني توليد NAD BH من خلال البنتوز فوسفيت باثوي يتولد لي شنو؟ يتولد لي NAD BH. زين بنتوز فوسفيت باثوي يولد لي شنو؟ يولد لي NAD BH. NAD BH هو اصلا شنو؟ هو اصلا reducing agent يعني عامل خافض. زين هنا oxidative steps minorly used for المن نستخدم الناد بي اتش. باوع الناد بي اتش الى استخدام، يعني هسه احنا يولد الناد بي اتش اوكي، بس اني كطالب طبيه يعني ناد بي اتش وهالامور هاي هالاسماء هاي اولا واخيرا هاي يعني مو شلون تقول مو الشيء اللي اني اريد اوصل له. اني اريد
شغلات تتعلق بالطب اكثر من الناد بي اتش. الناد بي اتش له علاقه بالطب، بس هو شنو فائدته بالطب؟ خل نربطه بالطب، مو هيك نخلي ماده خام معاديه وكذا، لا راح نجيك ماده لها علاقه بالطب. فالماينلي يوزد الاستخدام مال هذه الماده بالطب شو يقول لك؟ يقول لك ريدكتيف سينثيسايز او سينثيسيس، في بعض الالفاظ يقولون سينثيسيس وبعضهم يقولون سينثيسايز، زين عادي ترى يعني نفس الشيء زين. اوف فاتي اسيد يعني يسوي تخليق، بس هذا التخليق اختزالي، لان ريدكتيف سينثيسيس يعني تخليق، تخليق اختزالي، ريدكتيف سينثيسيس ايش صارت؟ صارت تخليق اختزالي. اوف شنو شي يخلق اختزاليا يعني الناد بي اتش؟ يخلق الفاتي اسيد الحامض الاميني، ويخلق الكوليسترول، فاتي اسيد وكوليسترول، وبعد شنو ستيرويد هرمونز، هرمونات ستيرويديه، وبعد شنو نيورو ترانزميترز، نيورو ترانزميتر عيني باوعولي ركز وياي، ريدكتيف سينثيسيس، ريدكتيف سينثيسيس يخلق شنو؟ يخلق الفاتي اسيد، يعني انه هو كعامل مخلق اختزالي، مخلق اختزالي او تخليق اختزالي، الناد بي اتش اختزاليا يعني يخلق الفاتي اسيد والكوليسترول والستيرويد هرمونز والنيورو ترانزميتر، هاي ذول كلهم مهمين بالام سي كيو، ويجون بالام سي كيو انه الفاتي اسيد يخلق من قبل مثلا منه، ويجي الناد بي اتش والاي تي بي والاي دي بي وكلهم يلم العشيره كلها علينا، هو يخلق من الناد بي اتش بطريقه ريدكتيف شنو سينثيسيس، تمام؟ اذا ريدكتيف سينثيسيس من الناد بي اتش يجي، الكوليسترول ايضا من الناد بي اتش يجي، ستيرويد هرمونز من الناد بي اتش همينه يجي زين. نيورو ترانزميترز همينة من الناد بي اتش. من اني جاي اقول يجي من الناد بي اتش، اني مو قصدي انه هذا الناد بي اتش هو نفسه يعني طلع لي فاتي اسيد، لا هذا غلط، اكو طلاب هسه من جاي اقول هيك حسبالهم هيك قصدي، لا اني قصدي انه هو كعامل ريديوسينج ايجنت يستخدموه بهالشغله هاي زين، يعني هذا يستخدموه كعامل انه يساعدنا بالتخليق الاختزالي، وليس انه هو الناد بي اتش هو نفسه راح ينطيني فاتي اسيد او هو نفسه ينطيني ستيرويد هرمونز، اتمنى تفهمون هاي الشغله زين. وراها شي يقول؟ وراها يقول لك برودكشن، برودكشن يعني انتاج زين، اوف ريديوس، ريديوس يعني يعني منخفض او خافض، خافض برودكشن يعني انتاج، اوف ريديوسد جلوتا ثايون انتاج الجلوتا ثايون الخافض، وين؟ ان ذا اريثروسايت. اذا الجلوتا ثايون هذا اللي هو يعني خافض او شيء معين، وين؟ بالاريثروسايت، في خلايا الدم الحمر زين، اند اذر سيلز، وخلايا اخرى. اذا اول فائده لمن؟ اول فائده للبنتوز فوسفات باثوي، اول فائده للبنتوز فوسفات باثوي هي انه البنتوز فوسفات باثوي يستخدم بالجينيريشن مال الناد بي اتش. الجينيريشن مال الناد بي اتش الى اهميه، لان الناد بي اتش نفسه الى اهميه انه هو ريديوسينج او ريدكتيف سينثيسيس، وين؟ بالفاتي اسيد وبالكوليسترول وبالستيرويد هرمونز والنيورو ترانزميترز. يلا سويه، يلا وياي، ريدكتيف سينثيسيس، ريدكتيف سينثيسيس يعني تخليق اختزالي لمن؟ للفاتي اسيد والكوليسترول والستيرويد هرمونز والنيورو ترانزميترز. وبرودكشن اوف ريديوسد جلوتاثيون يعني انتاج ريديوسد جلوتاثيون، الجلوتاثيون الخافض هذا وين صاير؟ بالاريثروسايت اند اذر سيلز. سو خاف يسالنا منو هو اللي مسؤول عن الريدكتيف مال او البرودكشن مال الريديوسد جلوتاثيون، راح تقول له الناد بي اتش زين. بس بشكل عام يقبل من الطالب اذا كتب البنتوز فوسفيت باثوي هو اللي يولد لي شنو؟ يولد لي الجلوتاثيون، لانه هو اصلا لو ما البنتوز فوسفيت باثوي اصلا الناد بي اتش ما يتولد. وضحت الفكره زين؟ النوب شو يقول؟ النوب يقول برودكشن، برودكشن يعني شنو برودكشن هنا؟ برودكشن اتفقنا بعد يعني انتاج زين. انت اللي تقول اني مقوي بالانجليزي واضوج من الانجليزي وهاي، دائما يقولوا لي برودكشن انتاج، صعبه شنو؟ اوف رايبوز ريزيدواز، انتاج بقايا الرايبوز منين؟ من النون اوكسيدايتيف ستيبس، في حالات او بالخطوات مال النون اوكسيدايتيف، بالحالات او بالخطوات اللي هي غير نون اوكسيدايتيف، غير مؤكسده او هيك شيء زين. نجي هسه هنا، هي مو غير مؤكسده، انه الخطوه الاولى بالتاكسد، الخطوه الثانيه ضد التاكسد، مو قصه مؤكسده يعني ضد التاكسد ترجمتها. المهم ف
فاذا نشوف انه بالبدايه هنا انا ما كان انا عندي رايبوز، كان لا حد يخربط ويقول لي هذا انا اعرف بكم، راح يقولوا العدو هذا بالاوكسيدايتف شو هذا، هذا رايبلوز مو نفس الرايبوز. الرايبوز حصلناه هنا بالاوكسيدايتف بالنان اوكسيدايتف، زين فبالنان اوكسيدايتف يلا احصل الرايبوز، وهو ايضا وين بالبنتوز فوسفيت باثوي. اذا من اهميه البنتوز فوسفيت باثوي انه هو ينطيني الرايبوز. الرايبوز هو سكر خماسي، خليها على بالك. فالرايبوز هو نفسه يعني بنتوز، خليها هاي همين الشغلات على بالك، لانه البنتوز هو سكر خماسي، الرايبوز هو سكر خماسي، زين فديروا بالكم. بس وين ينتج هذا الرايبوز؟ اوكي هو بالبنتوز باثوي، يعني بالبنتوز فوسفيت باثوي، بس وين تحديدا؟ بالنون اوكسيدايتيف ستيبس. زين يوزد فور، يستخدم هذا الرايبوز، احنا دائما قلنا بعد ندرسه وعلاقته بالطب شنو، مو بس انا اعرف رايبوز، هو الرايبوز سكر خماسي، ما هو السكر مو بس بالطب، يعني الاستخدامات مالت السكر الخماسي، لا هواي هواي شغلات في مجالات كيميائيه ومجالات حيويه وبيولوجيه، يعني مو بس الطب نفسه لا، بس بالنسبه للطب راح يقول لك النيوكليك اسيد سينثيسايز، يعني تخليق الحامض النووي. اذا الرايبوز هذا يستخدمونه بتخليق الحامض النووي، راح تقول لي شلون؟ انا بس راح اذكرك بعباره حلوه بالسادس الاعدادي، تتذكر من كنا نقول الحامض النووي الرايبي، الحامض النووي الرايبي، ما كنا قايلين هاي الكلمه؟ بس راجع ذاكرتك شويه، الحامض النووي الرايبي قلناها هواي بالسادس قلناها. زين فالقصد بالحامض النووي الرايبي انه هو بي رايبوز، يعني هاي هو هذا القصد، او متولد من الرايبوز. زين فهو جاي يعني نيوكليك اسيد سينثيسيس جاي من الرايبوز، يعني تخليق النيوكليك اسيد تخليق الحامض النووي من الرايبوز، اللي هو منو هو الدي ان اي، هذا الحامض النووي الرايبي ناقص الاكسجين اخذناه بالام جي دي اللي انا شرحت لكم اياه ذاك اليوم، نزلت لكم عليه فيديوهات خاصه بالسيشن الرابع مال الام جي دي، زين شوفوها نتاكدوا انه هذا ليش شنو، ليش دي اوكسجينيتد. انا قلت لكم ليش دي اوكسجينيتد، لان مجموعه السكر مالته ما مرتبطه باكسجين، مرتبطه بس بهيدروجين، بس هذا مو اكسج. ليش؟ لان مجموعه السكر مالته بمن مرتبطه، مجموعه السكر مالته مرتبطه بالهيدروكسيل، والهيدروكسيل بي او، يعني لهذا السبب سموه مو اكسج او سموه حامض النووي الرايبي، يعني وبي اوكسجين، بس هذا ناقص الاكسجين. زين ايضا الرايبوز يستخدم في انتاج الاي تي بي والاي اي دي والفات، زين والكو انزيم اي، زين بايوسينثيسيس، يعني ايضا تخليق هذول الثلاثه مهمين، كلش كلش مهمين. يقول لك هسه الريجوليشن اوف بنتوز فوسفيت باثوي، تنظيم البنتوز فوسفيت باثوي شلون راح ينظم الجسم هاي العمليه مال البنتوز فوسفيت باثوي. احنا نعرف انه هو مو شيء هين او شيء سهل انه تنظم عمليه على هذا المستوى، لكن معظم العمليات اللي تنظم بالجسم تنظمها انزيمات، الانزيمات مثل المنظم مال الجسم، يعني تنظم كل شيء، يعني تنظم هاي العمليات، تراقب تسيير هاي العمليات، زين فراح يكون اكو انزيم معين يعني يسير هاي العمليه. The pathway المسار كله is regulated، يتم التحكم به by controlling the activity، بالتحكم بالنشاط مال الانزيم اللي هو يا هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. شلون عرفت انزيم من ال ASE بنهايته مقطع S، زين اللي هو G6B والدي هاي مال الديهايدروجينيز، ذا فيرست انزيم ان ذا باثوي، هو الفيرست انزيم ان ذا باثوي. وهذه العباره كلها تاخذ لي اياها على صفحه وتكتب لي عليها ام سي كيو. ليش؟ لانه اول شيء راح يسالك سؤال بالام سي كيو، الريجوليشن مال الكنترول، الريجوليشن مال البنتوز فوسفيت باثوي راح يكون عن طريق من؟ راح تقول له عن طريق الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. جلوكوز يلا وياه يحفظ الاسم، جلوكوز يعني هو الجلوكوز نفسه، 6 فوسفيت 6 هاي 6 مالت من؟ مال الكربون، فوسفيت يعني مالت من؟ مال المجموعه مال الفوسفات، ديهايدروجينيز يعني مؤكسد للهيدروجين، زين the first enzyme in the pathway. So من يقول لك the first enzyme بي البنتوز فوسفيت باثوي راح تقول له الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز. ما اريدك تدوخ بها هاي بعد النوب. يقول هسه the activity النشاط او الفاعليه of the enzyme مال الانزيم is controlled by الناد بي اتش والناد بي.
يعني هذا الإنزيم ينظم العمد pH والناد بي. يعني هذا الإنزيم ينظم العملية مال البنتوز فوسفيت باثوي، واللي ينظم شغل الإنزيم واللي ينظم نشاط هذا الإنزيم هو الناد pH والناد بي. زين معدل سوري الناد pH والناد بي ratio in the cell يعني النسبة مالتهم، وهذا خط كسر، خط كسر يعني يمثل لك خط مال نسبة. زين الناد pH inhibiting and ناد بي activating the enzyme، هاي هم تخليها على بالك انه أنا هسه هاي العملية كلها تمام regulated تنظم by controlling the activity، يعني بواسطة controlling السيطرة أو التحكم بالactivity. يتحكمون بهاي الactivity مالت من؟ مال هذا الإنزيم الجلوكوز 6 فوسفيت ديهايدروجينيز، هذا الإنزيم هو ينظم العملية. بس إذا تحكمنا بالactivity مالت راح يتنظم أكثر، وطبعا الفيرست إنزيم in the pathway منو اللي يتحكم بالactivity مال هذا الإنزيم؟ الناد بي اتش والناد بي. زين الناد بي اتش شنو شغله والناد بي شنو شغله؟ الناد بي اتش انهبيتر والناد بي بدون اتش اكتيفيتر. زين هاي خلوها على بالكم. يقول لك هسه ذا فور سيناريو ان شنو ذا فور سيناريو ان ريجوليشن اوف بي بي بي، اربع سيناريوهات بالريجوليشن مال البي بي بي. يعني احنا راح ندرس كل هنا ذني الاربع سيناريوهات. السيناريو الأول يعني الحالة الأولى اللي ممكن يتم بها العملية إنه الرايبوز 5 فوسفات، زين يكون أكبر من الناد بي اتش. الرايبوز 5 فوسفات شبي أكبر من الناد بي اتش. هنا أنا ايش راح يصير؟ أنا عندي rapidly dividing cells، يعني راح يصير عندي انقسام سريع للخلايا إذا الرايبوز أكبر من الناد بي اتش. زين it is non-oxidative phase، وهي حالة non-oxidative، حالة غير مؤكسدة أو يعني غير ما يصير بها عملية تأكسد. خلينا نقول ثلاثة رايبوز خمسة فوسفات، يعني ثلاث جزيئات من الرايبوز أبو الخمس كربونات فوسفات will be generated، راح تتولد from glycolated intermediates، يعني من مسارات أو من أوساط هي مال انحلال السكر. فثلاث شغلات تصير اذا هاي تحفظوا ليهم، طبعا اذا الرايبوز 5 فوسفات اكبر من الناد بي اتش. زين اذا الرايبوز شنو؟ الرايبوز 5 فوسفات اكبر من الناد بي اتش. زين هنا بس خليني اوضح لك شنو القضيه. من الناد بي اتش صار يعني هو الصغير الناد بي اتش، وهو شنو بالاساس الناد بي اتش؟ انا وياكم متفقين انه هو انهبيتر للنشاط اللي راح يصير من خلال العمليه. بس هذا الانهبيتر هسه صار ضعيف، شو يعني صار مو قوي، صار انه اصلا الرايبوز اقوى من عنده، فالرايبوز راح ينقسم براحته وبشكل سريع rapidly dividing cells. زين non oxidative ما راح تصير بي اكسده. ليش؟ لان الاكسده هي اساسا الاكسده هي فد انه واحد ياخذ الكترونات، ياخذ هيدروجين، ياخذ الكترون مال كذا ماده، ما راح تصير لانه الانهبيتر قليل صاير كل الشغل هنا على الانهبيتر بهاي الحالة. زين ثلاثة رايبوز خمسة فوسفات will be generated، راح تتولد من glycolytic intermediates. زين من glycolytic intermediates. زين انزلي على الوراء هنا شو يقول؟ يقول هسا الناد بي اتش يساوي الرايبوز خمسة فوسفات، شو راح يصير بهاي الحالة اذا تساوي الناد بي اتش ويا الرايبوز خمسة فوسفات؟ هنا اذا تساووا راح يصير هذا الشيء التساوي مالتهم، هذا الشيء يعني التساوي مال الناد بي اتش والرايبوز 5 فوسفات راح يصير during cell replication. so هذا الشيء وين يصير؟ يعني وين it happen مال انه يتساوون اثنينهم؟ راح تقول لك جواب during the cell replication، ايش وقت يتساوى الناد بي اتش ويا الرايبوز 5 فوسفات؟ during cell replication. بس هنا ايش راح اقول؟ هذا راح اعتبره oxidative phase. Oxidative يعني شنو oxidative؟ Oxidative يعني cell replication. So هذا الشيء وين يصير؟ يعني وين it happen مال انه يتساوون اثنينهم؟ راح تقول لك جواب during the cell replication، ايش وقت يتساوى الناد بي اتش ويا الرايبوز 5 فوسفات؟ during cell replication. بس هنا ايش راح اقول؟ هذا راح اعتبره oxidative phase. Oxidative يعني شنو oxidative؟ oxidative يعني يصير بحالة تأكسد. oxidative شنو؟ oxidative phase.
بالمناسبة أنا ما جاي أشرح بصورة علمية، خلوها على بالكم هاي الشغلة. يعني خاف قبل شوية انطيت على الناد بيئة شغلات يعني مو علمية، زين، مجرد أنه وسيلة للتذكر أنه الناد بيئة بما أنه هو انهبيتر وصار قليل، هنا أنا راح نقول هو انهبيتر وصار قليل، يعني أرجعكم هنا شوية من قلت أنا انهبيتر وصار قليل، يعني راح الخلية تنقسم براحتها، لأن هو انهبيتر فالخلية راح تنقسم براحتها لأن الانهبيتر قليل. مو ترحون تقولون هذا الحكي للدكاترة بالجامعة، ترى ما يقبلون بهيج الشغلات، يردون تفسير علمي دقيق وهذا مو دقيق، زين، ديروا بالكم. أنا بس جاء أريد أوصل الفكرة وأخليكم تتذكرون لا أكثر ولا أقل، مثل ما أنا أريد جاي أوصل لنفسي الفكرة حتى أتذكر الموضوع، مو أنه يعني حتى شلون أنه أنا جاي أقول هذا الشيء حتى نعتمده قدام الدكاترة، ترى أبد ما يقبلون بهيج الشيء، زين، لأن مو حكي علمي هذا، راح يقول لك ليش ويدوخك بالليش مالته، زين. هنا هسه الناد بي اتش صار اكبر، الناد بي اتش شبي الناد بي اتش صار اكبر من الرايبوز 5 فوسفيت، هنا راح يصير اوكسيديتيف فيس اند جلايكوجينيسيس، راح يتكون شنو؟ راح يتكون جلايكوجينيسيس، يعني راح يصير شنو؟ تكوين للجلوكوز. في حاله الناد بي اتش اكبر من شنو؟ اكبر من الرايبوز 5 فوسفيت صار جلايكوجينيسيس. So when the glycogenesis is happen راح نقول له when NAD pH is bigger than ribose 5 فوسفيت. Oxidative phase نعم هو راح يكون oxidative، ليش؟ لأن الناد بي اتش أكبر. هو إيش وقت يكون نان أوكسيديتيف؟ بس بالحالة اللي الناد بي اتش مالته يكون قليل يصير نان أوكسيديتيف، اللي هي الحالة الأولى، يكون نان أوكسيديتيف بس لما الناد بي اتش مالته قليل. فهسه هاي همين واضحة إنه هنا صار الناد بي اتش هو الأكبر، زين. باعوا هسه هنا. السيناريو الرابع إنه الخلية تحتاج both كلا الناد بي اتش، زين، والاي تي بي، الخلية بحاجة إلى كلا الناد بي اتش والاي تي بي، زين. هنا أنا إيش راح يصير؟ راح يصير أنا عندي أوكسيديتيف فيس خوش وجلايكوليسيس، ليش؟ باوع هنا بما إنه هاي الخلية بحاجة إلى الناد بي اتش، كل ناد بي اتش إلى علاقة مباشرة ويا الأوكسيديشن ويا عملية الأكسدة. الجلايكوليسيس بسبب وجود الاي تي بي، الاي تي بي له علاقه بانحلال السكر. ايه هي هاي. اذا الخليه محتاجه ان اي دي بي اتش، يعني هنا راح تكون بالاوكسيديتيف فيس. واذا الخليه محتاجه اي تي بي، هذا الاي تي بي يعني معناها راح نريد جلايكوليسيس، هاي خليها على بالك، زين. اذا الخليه بها ان اي دي بي اتش قليل، مو هو الان اي دي بي اتش للاوكسيديتيف، زين، اذا قليل نان اوكسيديتيف. وضحت هاي عندك الفكره؟ كون وضحت ان شاء الله. هاي ترى مو يعني مو شيء كلش قوي، زين، هاي المسارات والحكي انا ما مركز عليها انه هو كلش، لانه يعني مو هي العمليه الاساسيه اللي عندنا احنا، زين. مع ذلك اقروهن انتو، يعني هي نفس الحكي تقريبا اللي قلناه قبل شويه، جايين عاد كل شويه جايين عاد، زين. المهم فهنا الفرق بس انه بالنسبه للاي تي بي، الاي تي بي انه الخليه احتاجت الاي تي بي مباشره، راح اقول جلايكوليسيس ممكن يصير، ليش؟ لان الاي تي بي له علاقه مباشره بالجلايكوليسيس، زين. اما بالنسبه للحاله اللي قبلها الان اي دي بي اتش اكبر من الرايبوز 5 فوسفيت، لا، هنا بما انه الان اي دي بي اتش عالي، واحنا قلنا الان اي دي بي اتش، الان اي دي بي اتش اخو من اخو حاله الاكسده، اخو الاوكسيديتيف فيس، زين. وهنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندي جلايكوجينيسيس، هاي تحفظوها، زين. إذا تساون، من تساون راح يصير أنا عندي ريبليكيشن بالنسبة للسيل، زين. وهم أنا بما أنه الـ NADPH مو قليل، يعني مو هو أقل شيء، يعني هو مساوي للرايبوز 5 فوسفيت، يعني هنا أنا هم أوكسيديتيف. بحالة واحدة يكون نان أوكسيديتيف، هو لما يكون الـ NADPH قليل راح يكون هنا أنا عندي نان أوكسيديتيف. ومن يكون عندي نان أوكسيديتيف ويكون عندي الـ NADPH قليل، احسب حسابك أنه الخلية راح تنقسم بسرعة، وراح يتولد 3 رايبوز 5 فوسفيت، زين. هذني الشغلات مهمات كلش، زين. هسه عندك الجلوتا ثايون اند ان اي دي بي اتش. الجلوتا ثايون والان اي دي بي اتش راح يعني نريد نعرف احنا شنو الجلوتا ثايون، ليش هو مهم، وشلون هو مرتبط بالان اي دي بي اتش. هذا كلش مهم الشيء بالنسبه لنا انه احنا نعرفه. الجلوتا ثايون از تراي بيبتايد، تراي يعني ثلاثي الأسرة البيبتيدية، كومبوزد اوف، منين يتكون؟ مو احنا قلنا ثلاثي ان شنو الشغلات الثلاثية اللي يتكون من عندهن؟ جلوتاميت هذا اول واحد، سيستين يتكون من السيستين، جلايسين وهمين يتكون من الجلايسين، شنو هاي؟ حلو والله. اذا
الجلوتاثيون يتكون من هذول الشغلات الثلاثه، هو ترايبيبتايد طبعا، ترايبيبتايد كومبوزد اوف جلوتاميت سيستين جلايسين، جلوتاميت سيستين جلايسين، جلوتاميت سيستين جلايسين. حلو زين. هنا يقول لك reduced glutathione maintain normal reduced state of the cell. هنا شو يقول لك؟ يقول لك الجلوتاثيون المنخفض يحافظ على الحاله المنخفضه الطبيعيه للخليه. يعني مجرد انه هاي النقطه تفهموا ليها طبعا، بس تديرون بالكم يعني انه الجلوتاثيون دائما دائما ما اعرف يعني هاي الشغله رمزوا له جي اس اتش زين. فالجلوتاثيون المنخفض هو يحافظ على حاله الخليه المنخفضه، تمام، maintain normal reduced state of cell زين. هاي مهمة نوعا ما. وتعرف الجلوتاثيون هو ترايبيبتايد، منين متكون؟ هذول مهمين المكونات بالام سي كيو، كلش مهمين بالام سي كيو. شو يقول لك انه هم منين يعني يتكون للجلوتاثيون بالام سي كيو؟ راح نجي نقول جلوتاميت وسيستين وجلايسين، جلوتاميت سيستين جلايسين، هاي المكونات مهمة، خاف يغير بيهم أي شيء ديروا بالكم. ترى هو ما راح يجيب يعني هيك كل وحدة مفصولة عن الأخ، لا راح يجيب جلوتاميت وسيستين وجلايسين سوية ويبدل، واحد من عندهم يشيل السيستين يخلي بمكانها غير واحد، فأنتوا لا ديروا بالكم على هالشغلات هاي زين. إحنا كل الأسئلة وكل الشغلات جاي تلاحظون جاي نأشرهن ونأكد عليهن، بس هسه هي هاي الملزمة أغلبها ملخصة، يعني قايل لك هاي الوظيفة هذا الشيء كذا كذا، أو ما ملخصين الغالبية مال هاي الملزمة زين. هنا أنا. رول يعني الدور مال الـ NADPH وجلوتاثيون in RBC. السؤال اللي راح يجي عليها بالأسئلة والأجوبة What is the role؟ يعني ما هو الدور؟ What is the role of glutathione؟ What is the role of glutathione in RBC؟ شنو دور الجلوتاثيون بالـ RBC؟ خلنا نفتهم هسه. طبعاً الـ RBC in RBC reactive oxygen species يعني المتفاعلات مال الأكسجين، سوبر أوكسيد زين، وعندك هيدروجين بيروكسيد، شبيهم R form normally يعني يتكونوا R form normally يتكونون بشكل طبيعي during خلال the process خلال العملية of oxygen transport. يعني بس ركزوا باوع هنا، يعني هذا المخطط هو يعانون من عند طلاب حقيقة. أنا راح أشرح شغلات وشغلات ثانية من ما راح أحكيهن، مو معناها راح أعوفهن لا، بس راح تكون موجودة اللي قدام بالمحاضرة زين. فاللي راح أحكي يعني اللي راح أحكي وأسولفه هسه إنه يعني أقصد هسه موجود ها وبعد ما موجود اللي قدام، فضروري إنه هسه نسولف عنه. أما أكو شغلات لا راح يعني شوية أتجاهلهن ما أسولف بيهن هواي، لأن موجودات تفصيلا بالسلايدات الجاية زين. أول شيء إحنا عدنا الأوتو، هذا هو الأكسجين، الأوتو هو الأكسجين وإحنا نتنفس الأكسجين، فيدخل فيه كثير من الدورات التنفسية اللي تصير بجسمنا، مثلا الميتوكوندريا ريسبيريشن واحد من عدهن، يعني تنفس الميتوكوندريا واحد من هذني الأمور. لكن نظرا لوجود الجلوتاثيون بيروكسيد إيش راح يسوي؟ راح يسوي الأكسجين هذا راح يسوي راديكال، راح يسوي سوبر أكسيد راديكال. شنو سوبر أكسيد راديكال؟ هسه خلينا نوضح هذا شنو معناه. أنا من أقول هذا الأكسجين سوبر يعني واحد هيج طالع زين. راديكال شنو راديكال؟ شايفين هسه إحنا الإشارة الموجبة السالبة تنكتب من هنا، يعني على يمين المركب من هاي الجهة. شو هذا مكتوب إلى إشارة هنا لعد هاي شنو الإشارة الموجبة؟ هو مو من طبع الأكسجين تصير لهنا إشارة موجبة، لذلك اعتبرنا راديكال. راديكال بالإنجليزي اللي ترجمها يعني متطرف راح تجي، يعني صاير شكله غريب نوعا ما، مو هو شكله الطبيعي، لذلك اعتبرته راديكال. فهنا أنا بالبداية تحول الأوتو إلى أوتو، لكن هذا صار الأوتو سوبر أكسيد راديكال. شلون أعرف راديكال؟ من إشاراته، أكو بغض النظر موجب سالب ها، بس أكو إشارة بجهة هي إشارته الطبيعية اللي هي على الجهة اليسرى، وأكو إشارة ثانية اللي هي أني اهتمامي إنه تكون إذا أكو أي إشارة على الجهة اليمنى هذا راح يكون راديكال زين. هسا إحنا مثلاً مرات يقول طالب يجي يقول إحنا هاي مو دائماً نكتبها الإشارة السالبة، صحيح حكيك، هاي الإشارة السالبة مو دائماً نكتبها لأن إحنا نعرف الأكسجين سالب، بس هاي إذا كان يعني الأكسجين متطرف لازم تكتب له الإشارة مالته. وضحت الفكرة زين. كل أكسجين
الهيدروجين بس يشوفه يريد يتحد وياه حتى يكون لنا ماء. زين عيني، الماء هو اصلا H2O. زين، بس اني هسه هنا عندي هذا O2. زين، اني هذا عندي O2، يعني مو هنا H2O، O وحده وهنا O2، فمن راح يتحد وياه راح يعطيني H2O2. ها انطاني H2O2، هذا شنو H2O2؟ هذا مو شو اسمه، هذا مو ماء، لا هذا مو ماء، هذا اسمه هيدروجين بيروكسيد. ها اذا H2O2 هو هيدروجين بيروكسيد. هنا بهاي الحاله هو ممكن يروح يصير ماء بوجود الجلوتاثيون بيروكسيد، يرجع يسوي ماء، يوازن لنا اياه، يسوي لنا اياه شنو ماء، يعني ممكن يسلك هذا المسار ويصير ماء، هذا المسار يروح بيه وش يصير ماء، لان هسه هو هيدروجين بيروكسيد لما هو بهذا الشكل الاوتو هنا، اكو اثنين هنا هاي شنو زايده. زين، ممكن يروح هو يسوي ماء، يعني انه يتوازن ويصير H2O2. زين، يعني يتوازن، يوازنه الجلوتاثيون بيروكسيد، يوازنه يسوي ماء. وممكن لا، ممكن انه يسلك مسار اخر باوع. هاي الاتش من اخليها هنا اتش الموجب، يعني راح اضيف اتش الموجب. زين، خل اسوي هالعمليه يمك هنا H2O H2O2. زين، H2O2. زين، ضفت اتش الموجب، راح اضيفه هنا، الاضافه راح اضيفها من الاخر طبعا. زين، وهنا هاي اللي ورا السهم يعني شلت H2O. ركز وياي، شلت H2O، يعني الاتش اثنين اتشات راح تنشال، هذا راح ينشال. زين، وO من هنا هاي O وحدة، يعني راح تنشال، ايش راح يبقى؟ يبقى واحد. زين، يعني راح يبقى بس OH. ها حلو، طلع لي بالناتج OH، بس هذا الـ OH راح اعتبره راديكال. ليش اعتبره راديكال؟ لان اشارته سالبة، هيك الفكرة كانت. زين، هاي الفكرة بكل بساطة لهذه الجهة من المخطط. الجهة الثانية الباقي من عندها راح يكون كله مشروح للأمام، ولما نسولف عنهن راح ارجع واكد لكم هذا الشيء. هاي هي الفكرة بكل بساطة. زين، ناشي يقول وين ذا اريثروسايت. اريثروسايت خوتو عرفوها، انتو كرات الدم الحمراء. زين، اريثروسايت بالجمع ار اكسبوزد، يعني تتعرض تو كيميكالز، تتعرض لمواد كيميائية. انه كرات الدم الحمراء تعرضت لشنو؟ تعرضت لمواد كيميائية ذات جينيريت، تولد هاي المواد الكيميائية، تولد high levels. يعني شنو high levels؟ يعني مستويات عاليه. زين، of super oxide. okay، radicals، super oxide radicals. يعني شنو super oxide radicals؟ يعني قبل شوي اخذناهم O2 سالب وهنا موجب. زين، كريه الدم الحمراء الاريثروسايت. زين، خلنا نتخيلها هنا، هاي كريه الدم حمراء اريثروسايت، تعرضت لمستويات عالية من الراديكالز، من المتطرف أو خلينا نقول يمكن المتنحي، هم ما يترجموا، ما متأكد أنا. زين، بس راديكال هو ترجمة الحرفية متطرف. زين، هنا نهاية سالب وهنا موجب، فتعرض لكميات كبيرة من المواد الكيميائية اللي تحتوي على هذا، يعني مو تعرض للراديكال مال الـ O2 نفسه، لا اتعرض لمادة كيميائية بها راديكال مال O2 اللي هو منه الـ RBC Red Blood Cell. زين، ايش راح يصير؟ GSH. شنو GSH؟ GSH هو نفس الجلوتاثيون، هذا اختصار مادة Reduced Glutathione is required، نحتاجه to reduce this damaging compound. إذا كرية الدم الحمراء اتعرضت لمن؟ اتعرضت لمستويات عالية من شنو؟ مستويات عالية من المواد الكيميائية، من الكيميكالز اللي بيها هاي ليفلز، اللي بيها هاي ليفلز مال سوبر اوكسيد راديكالز. هنا بهذه الحالة راح نقول الجلوتاثيون is required، نحتاجه to reduce these damaging compounds، حتى نقلل الضرر الممكن يصير. زين، الجلوتاثيون بيروكسيد، الجلوتاثيون بيروكسيد، هسه مو reduced glutathione، فرق لي بين التسميات رجاءً. الريديوسد جلوتاثيون ذاك اذا كرية الدم حمراء تعرضت لي شنو؟ تعرضت لي مواد كيميائيه بيها متطرف مال الاوتو. هسه الجلوتاثيون بيروكسيد ايش راح يسوي؟ كاتالايزس، يعني عجل ديجريديشن، الهدم اوف شنو؟ اوف اورجانيك هيدرو بيروكسيد. شنو ديجريديشن اوف اورجانيك هيدرو بيروكسيد؟ خلينا نشوف. باي ريديوكيشن
as two glutathione molecules are oxidized to disulfate GSSG. باو يقول لك الجلوتاثيون بيروكسيد. انا هسه بس راح اقرا، لا تستعجل علي، لا تقول ها ما فهمت شو اسمه النقطه الاولى شلون ما وضحت لكم اياها وفهمتوها هسه متاكد اني راح تفهمون الثانيه بس على كيف ويا الثانيه شويه شويه. الجلوتاثيون بيروكسيد كاتالايزز يعجل ديجريديشن اوف اورجانيك هيدرو بيروكسيد. من اني اقول هيدرو بيروكسيد يعني اكو ماء بالموضوع، بيروكسيد هو بيروكسيدات هنا حلو، هيدرو بيروكسيد يعني راح يكون بهذا الشكل H2O2 ها يعجل الهدم مالتهم. ارجع هنا ارجع هنا ارجع هنا باوع هذا زين وهذا الجلوتاثيون بيروكسيد ايش سوى؟ يا اما انطاني هنا H2O عجل لنا الهدم مالتهم زين، او هدمهم بطريقه مختلفه، يعني اقصد هدمهم على شكل ماء رجعهم الى شكل ماء، او هدم الهيدرو الهيدرو شنو الهيدرو بيروكسيد. الهيدرو بيروكسيد من انا اقول هيدرو بيروكسيد يعني ماء وبيروكسيد، وهذا ماء وبيروكسيد فعليا هدم الى او اتش السالب. هاي العمليه قبل شوي من فككناه وحطمناه اذا تتذكر، ارجع للفيديو اللي قبل اللي استوني نزلته ارجع له زين، وباوع شلون هاي فككناه سويناها او اتش زين. فال شنو الجلوتاثيون بيروكسيد عجلنا من شنو؟ عجلنا من الديجريديشن، عجلنا من الهدم مال هذا الى هذا، عجلنا من الهدم مال الهيدرو بيروكسيد الى شيء ابسط من عنده زين. ومقابله هنا ايش كاتب؟ مو قلت لكم كل شيء راح ينشرح بالسلايدات الجايه؟ هسه هاي الفقره شرح لنا اياها، يقول لك الجي اس اس جي هو يساوي لنا 2 جي اس اتش، وهاي تحفظوا لي اياها. الجي اس اس جي يساوي لنا 2 جي اس اتش يعني شنو؟ معناها انه هذا الجي اس اتش الجلوتاثيون بيروكسيد 2 من عنده يساوون جي اس اس جي زين، الجلوتا ثايون بيروكسيد 2 من عنده يساوون جي اس اس جي زين. انزل لي بعد يقول لك ذا بي 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 از بي بي شنو البي بي بي بنتوز فوسفيت باث واي حلو از ريسبونسبل. ريسبونسبل يعني مسؤول فور مينتيننج لي تثبيت او هيك يعني اصلاح او صيانه هاي شنو هاي ليفلز، اذا مسؤول عن صيانة نسبة كبيرة من شنو؟ من الناد بي اتش. حلو اكو ناد بي اتش بالموضوع، لازم يكون اكو ناد بي اتش وين؟ بالريد بلاد سيل في كرية الدم الحمراء مسؤول اللي هو البي بي بي، مسؤول عن صيانة نسبة كبيرة من كريات الدم الحمراء اللي هي وين؟ بالبلاد. فور يوز از ريدكتنت ان ذا جلوتاثيون ريدكتيز رياكشن. باوع هنا أنا يقول لك لازم هاي هنا انه البي بي بي اللي هو البنتوز فوسفيت باثوي اللي اكو ناد بي اتش وين؟ بالريد بلاد سيل في كرية الدم الحمراء مسؤول اللي هو البي بي بي، مسؤول عن صيانة نسبة كبيرة من كريات الدم الحمراء اللي هي وين؟ بالبلاد. فور يوز از ريدكتنت ان ذا جلوتاثيون ريدكتيز رياكشن. باوع هنا أنا. يقول لك لازم هاي هنا انه البي بي بي اللي هو البنتوز فوسفيت باثوي لازم يكون هو المسؤول عن صناعه الان اي دي بي اتش، عن تخليق الان اي دي بي اتش او عن صيانه مستوى الان اي دي بي اتش. ليش؟ طبعا الان اي دي بي اتش اللي هو وين؟ بالريد بلاد سيل اللي هو وين راح يستخدمه؟ بالجلوتاثيون ريداكتيز، بالجلوتاثيون ريداكتيز رياكشن. باوع لي شويه فوق هاي هنا أنا. جاي يقول لك انه يابا لازم على البي بي بي، طبعا هو هذا التفاعل كله يرجع للبي بي بي زين، لازم شنو؟ يحافظ على مستويات الان اي دي بي اتش. شوف جاي يحاول انه يحافظ على المستويات بهذا التفاعل اللي جاي يدور يعني بشكل مستمر، جاي يحاول يحافظ على مستويات الان اي دي بي اتش. ليش؟ على مود الجلوتا ثايون ريدكتيز. تمام لو مو تمام فهاي انت لازم تميز بعد بين هذني الشغلات كلهن. بقت بس شغله بهذا المخطط اللي هي هاي ما انشرحت لحد الان، خلينا نشوف ليش ما شرحها. لان هو يريد يسولف عنها هنا وحتى ماشر لك عليها. What happen if the enzyme defect if this enzyme is defected يعني صار مشكله بالانزيم، صار مشكله بالانزيم حلو، صار مشكله بها انزيم قصده بانزيم الجي اس اتش الجلوتاثيون، انزيم الجلوتاثيون. ايش راح يصير اذا اي مشكله صارت بانزيم الجلوتاثيون؟ راح تصير مشكله بالجلوكوز 6 فوسفيت، يعني الجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز راح يصير بينقص،
فهنا أنا هاي خليها على بالك انه راح يصير نقص بالجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز if anything happened to that enzyme. زين هسه راح يسولف لك عن الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي، النقص بالجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز. The gene encodes glucose 6 phosphate dehydrogenase is found in chromosome X. شوف يقول لك شنو الجين، يعني المورث اللي يشفر الجلوكوز 6 فوسفات لقوب هذا الكروموسوم. زين in some individuals في بعض الافراد this gene is mutated، يعني في بعض الافراد يكون هذا الشيء وراثي. if اذا ال G6PD يعني الجلوكوز 6 فوسفات ديهايدروجينيز از نوت فانكشنينج ويل، يعني ما يعمل بشكل جيد، ال NADPH برودكشن ويل بي امبيرد، يعني شلون اقول لك انه هي حتقل. زين لما اني صار عندي لاو NADPH هنا ليد هذا اللاو NADPH، اللاو NADPH NADPH قليل المن راح يقود ليد تو اوكسيديتيف دامج اوف ذا سيل. حلو هنا So, السؤال اللي ما راح يقود What is low NADPH? What is low NADPH lead to جاي تفتهمون؟ يعني أهم شيء ترى جاي تفتهمون لأن أعرف شوية المحاضرة صعبة وأنا جاي أشرح حاول أقرب الصورة قد ما أقدر بس هي تبقى المادة شوية جافة، يعني مو إنه مثل باقي المحاضرات، مو مثل MGD. MGD ألف مثال وألف سالفة وألف رواية أقدر أسوي بيها، بس هنا أنا شوية القضية أن المادة جافة يعني لذلك أحاول أنه نوضحها وكذا. فإذا اللاو NADPH قليلة، الـ NADPH قليلة lead to oxidative damage of the cell. Oxidative damage of the cell يعني شنو؟ تدمير تأكسدي بالخلية. زين Oxidative damage of the cell. Oxidative damage of the cell يعني خلينا نحكيها بصورة صح يعني أدق، مو احنا قلنا الـ NADPH لها علاقة بالعملية مال الأكسدة، لما تصير كلش قليلة هالمرة كلش قليلة هنا الخلية تأكسديا حتنهار، يعني راح التأكسد يسبب انهيار هنا. زين بس هذا الشيء منين اجى اللاو NADPH؟ اجى من مشكلة بالوظيفة مال الجلوكوز 6 فوسفات ديهايدروجينيز. تمام وهي هم خلوها على بالكم انه هسه بروبلم صارت بالجي 6PD يعني جلوكوز 6 فوسفات ديهايدروجينيز، هذا الشيء المنقاد قاد الى انه يصير فت خلل معين بال NADPH. ال NADPH يعني قام انه ما يعمل بشكل جيد، بالتالي راح يصير اكو ديستراكشن او يصير اكو دامج للسيل بواسطه الاوكسيديشن. زين هذه هي الفكره. هسه جاي يسولف على الهيدروجين بيروكسيد اذا التراكم بالـ RBC. هو شنو الهيدروجين بيروكسيد؟ هيدروجين بيروكسيد استونا يعني قلنا. زين هذا الـ H2O2 تراكم وين؟ تراكم بالـ RBC، تراكم بكرة الدم الحمراء، يعني تواجد بكميات كبيرة في كرة الدم الحمراء. يقول لك consequent oxidant of hemoglobin and other proteins، يعني كنتيجة لهذا الشيء راح يصير oxidation للهيموغلوبين والبروتينات الأخرى اللي هي موجودة بكرة الدم الحمراء، مو هي كرة الدم الحمراء بها هيموغلوبين وبها بروتينات. زين بس يزيد ال H2O2 يعني يزيد الهيدروجين بيروكسيد بكرة الدم الحمراء، بهذه الحالة راح نقول يابا أنه لما زاد الهيدروجين بيروكسيد بكرة الدم الحمراء راح يصير اكو اكسدة المن اكسدة للهيموغلوبين واكسدة للأذر بروتين. زين الهيموغلوبين يصير كروس لينكد، يعني يصير شلون بهذا الشكل كروس لينكد، هذا الكروس لينكد ما اعرف شلون اوضح لكم انه هو شلون كروس لينكد، بس هسه قدامكم جاي تشوفون راح يصير بهالشكل، هذا يصير كروس لينكد باي disulfide bond. disulfide bond اخذناها هاي disulfide bond انه راح يعني يصير cross linked by disulfide bond. زين يعني من خلال disulfide bond راح يصير هو شنو cross linked. زين هو ليش اصلا صار cross linked؟ راح تقول له صار cross linked يعني صار بهذا الشكل لان صاير كميات كبيره تراكمت
من الهيدروجين بيروكسيد وين بالهيموغلوبين او بكرة الدم الحمراء بالار بي سي. فلما يصير اكو تراكم للهيدروجين بيروكسيد بالار بي سي يا طلاب هنا بهذه الحاله راح يصير اكو اكسده للهيموغلوبين والبروتينات الاخرى والهيموغلوبين راح يظهر كروس لينكد باي دايسولفيد بوند تو فورم يعني حتى يشكل انسوليبل يعني يشكل لنا فد مركب انسوليبل يعني غير دائب. شو يسمونه؟ يسموه هنز باديز. هم ذولي هنز باديز يعني هذا شيء يمثل لي واحد من هنز باديز. زين فهسه هذا السلايد اكو بيه هواي شغلات مهمه ترى راح نجي نسولف عنهن. اول شيء السؤال الاول شيء يقول وات هابن اف H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد اكيوميليت سحنا هذا السهم اكيوميليت ان ار بي سي اذا يعني تراكم وتكدس بالار بي سي ال H2O2 الهيدروجين بيروكسيد ايش راح يصير؟ اول شيء راح يصير consequently oxidation of hemoglobin and other proteins وثاني شيء راح يصير hemoglobin becomes cross linked by disulfide bond from insoluble aggregates زين called Hens bodies. هاي تحفظوا لي اياها. تحفظوا لي ايضا الاوكسيديشن تصير للهيموغلوبين والاذر بروتين زين وتحفظوا لي نوع الاسره هنا دايسولفيد بوند. هاي كلش مهمه الشغلات هذني هنا هاي همين بالام سي كيو مهمه كلش. زين انزل لي على السلايد اللي ورا يقول لك الاوكسيديشن يعني شنو الاوكسيديشن؟ هي معناها الاكسده اوف هيموغلوبين ال اتش بي يعني هيموغلوبين من هيموغلوبين سووها اختصروها كتبوا اتش بي وهاي اخذناها بال ام جي دي ليدز يقود الى انا ايش صار عندي؟ صار عندي اكسده للهيموغلوبين ايش راح يقود؟ ليدز تو بريميتشر. لما نتاكسد الهيموغلوبين ليدز تو بريميتشر يقود الى فتشي مبكر فتشي سابق لاوامنه ديستركشن. ها يعني راح يصير اكو بريميتشر ديستركشن يعني راح يصير اكو تدمير سابق لاوانه option of R B C لكرة الدم الحمراء and causes acute hemolytic شنو episodes باوع. هسه إذا واحد صار عنده نسبة عالية مال شنو مال ال H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد ممكن شو يسوي هذا الشيء؟ ممكن يسوي يا أما هنا يعني أما أو خلينا نقولها بالأصح يعني بطريقة أصح زين أما إنه يتأكسد الهيموغلوبين والأذر بروتين أو إنه الهيموغلوبين يظهر بهذا الشكل. إذا تأكسد إيش راح يصير؟ إذا تأكسد الهيموغلوبين راح يصير بريميشر ديستركشن تدمير يعني سابق لأوانه المن للآر بي سي and causes acute hemolytic episodes يسبب نوبات انحلال مال الدم حادة. وانحلال الدم نعرفه إنه كرة الدم الحمراء تنحل أو تتمزق بينما النزيف الهيمورج لا ذاك انه الوريد او الشريان هو نفسه اللي يتمزق البلاد فيزل نفسه اللي يتمزق. زين سام كيميكال بعض المواد الكيميائيه سام كيميكالز انكريز يعني شنو تزيد ذا اوكسيديتيف ستريس تزيد الضغط اللي هو شنو ضغط التاكسد مثل من هاي المركبات اللي تزيد ضغط التاكسد تحفظوا لي ذن المكتوبات. الأسبرين أكيد يعني راح يركزون عليها موجود أكو إلى ربط بالأم جي دي وهاي إحنا مادتنا بالامتحان الفاينال تكاملي إنه بس مذكور اسم الأم جي دي مذكور اسم الأسبرين هنا يتمزق البلاد فيزل نفسه اللي يتمزق. زين some chemical بعض المواد الكيميائية some chemicals increase يعني شنو تزيد the oxidative stress تزيد الضغط اللي هو شنو ضغط التأكسد مثل من هاي المركبات اللي تزيد ضغط التأكسد تحفظوا لي ذن المكتوبات. الأسبرين أكيد يعني راح يركزون عليها موجود أكو إلى ربط بالأم جي دي وهاي إحنا مادتنا بالامتحان الفاينال تكاملي إنه بس مذكور اسم الأم جي دي مذكور اسم الأسبرين هنا وهو موجود بالأم جي دي بالسيشن الأول يعني ممكن يربطوا بأي شكل كان. إذا أجتني فكرة السؤال تكاملي مثل اللي نزلته ذاك اليوم سؤال هيك بسيط يعني مو سؤال تكاملي كيس بسيط زين بالميتابوليزم عن حالة انه شخص صايم وش راح يصير بالنسبة للجلايكوجين وهالامور هاي يعني شغلات بسيطة احنا نقدر نسويها كطلاب. فاذا اجتي على بالي فكرة راح اربط الام جي دي اربطه بالميتابوليزم بالاسبرين من حيث الاسبرين. زين هنا انا شي يقول it occurs يعني تصير او it happen when affected individual لما الاشخاص المصابين have eaten fava
بينز لما ياكلون فافا بينز، يعني الافكتد انديفيدوال لما ياكلون شنو فافا بينز which contain glyco glycosides glycosides، يعني فافا بينز هذا ني مال الباقله وربعها زين. For this reason it is called favism. زين هاي يمكن اسمها فقره الدم الباقلائي، يعني مباشره انه الشخص بس ياكل باقله كره الدم الحمراء ما تهيجي ضوج مثل هسه هاي اللي مخلينا اياها هم هنا. فالعلاقه يعني الفكره شنو بهاي اللي انا ضفت سلايدات هنا. طبعا الفافيزم شلون يجي انه واحد مثلا اكل باقله راح ياثر على كريات الدم الحمر مالته زين ويصير بيها الفافيزم زين. هسه اللاكتوز انتولرنس، اللاكتوز شنو؟ اللاكتوز انتولرنس شنو؟ اللاكتوز انتولرنس يعني عدم تحمل اللاكتوز. اللاكتوز هو وين موجود؟ موجود بالحليب. يعني اي بصيغه اخرى انه هذا الشخص لما يشرب حليب ما راح يتحمل هذا الشيء. ليش؟ لو اكتيفيتي اوف لاكتوز، نشاط قليل لللاكتوز، اكوايرد اور انهيرتد، يعني قد يكون شلون اقول لك هذا الشيء مكتسب او متوارث زين. ات از اسوسييتد، هو مرتبط وذ ا ريديوسد ابيليتي تو دايجست لاكتوز، يعني الشخص ما يقدر يهضم اللاكتوز. شوف اي شيء احنا ما نقدر نهضمه راح يحسسنا بلعبان نفس زين، يعني غثيان زين، وممكن نتقيأ بسببه او يصير عندنا اسهالات بسببه. فهاي خليها على بالك الشغله، هسه راح اسولف لك زين. انه الشخص ما يقدر يهضم اللاكتوز اللي هو وين موجود؟ بالحليب، مو بس الحليب، منتجات الحليب جبن وغيرها برودكتس. and may reduce clinical condition of lactose شنو intolerance زين، قد تسبب لنا clinical شنو clinical condition يعني حاله سريرية أو هيك يعني حالة مرضية. خلينا نقول ضفت أنا كم سلايد للتوضيح باوع. هاي الصورة توضح لنا الفكرة، شخص شرب حليب، إجا قلاص الحليب كله دخل المعدة، يعني القلاص كله ماخذه، المهم يعني هو القلاص ماخذ الحليب شاربه. المهم إيش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده غثيان زين، ويكنس فضعف معين، ودايريا اللي هو الإسهال، وفوميتينج زين. هذا ان الشغلات راح يصيرن عنده. فانت كطبيب يعني حتى تتعلم شغلات حلوه تفيدك، احنا ما جاي ندرس خامس لو سادس اعدادي، جاي ندرس طبيه، فنحاول نربط المواضيع بالطب قد ما نقدر. فتشوفوني مرات اضيف سلايدات هيك. ايش قلنا احنا؟ قلنا انه هو تحسس من اللاكتوز، اللاكتوز الشخص اللي ياكله ما يتحمل. زين شنو الاعراض؟ خاف باكر عقبه واحد من اهلي من اقاربي يقولوا لي انت دكتور داخل طب الزهراء، هاي طب عرب، ايش معلميكم؟ خلينا نتعلم احنا. احنا مثلا واحد شرب حليب زين، مباشره من شرب حليب او اي واحد من مشتقات الحليب ومنتجات الحليب ممكن يحس بغثيان او اسهال او ضعف زين، او يتقيأ بعد هذا الشيء. راح نقول يابا ترى هذا عنده لاكتوز انتولرنت، يعني هو هنا بوضعيه انه ما يتحمل اللاكتوز زين. من ما يتحمل اللاكتوز، وهاي محتمل كلش كبير يجيبون هيك شغلات يربطوها بالانزيمات مالت من مال الام جي دي، اني عندي مشكله باللاكتوز، يعني احتاج فد شيء ينظم لي شغل اللاكتوز بجسمي. اذا هنا انا راح ارجع للانزيم، منو يا انزيم الى علاقه باللاكتوز؟ انزيم اللاكتاز. فاني من بحثت يعني حتى العلاج اللي يعني شفته مكتوب لاكتاز انزيم. شوف انزيم يعني مال لاكتاز، لان هي المشكله اساسا وين؟ باللاكتوز زين. فانطو انزيم مال لاكتاز، هاي حتى تخلوها على بالكم ما تنسوها، ترى هيك شغلات يتعمقون بهن مرات خصوصا بالكيسات لو شيء. فاني حاولت يعني اتعمق بهذا المرض، به هواي افكار زين. طلاب هسه عندنا الميتابوليزم مال الجالكتوز. بالبدايه راح يدخل الجالكتوز طبيعي، من هنا اقول ميتابوليزم مال الجالكتوز راح يدخل الجالكتوز اول شيء، راح يتحول الجالكتوز الى جالكتوز واحد فوسفات، راح يتحول الجالكتوز الى جالكتوز واحد فوسفات. الواحد يعني انه هو يعني بس سي وحده عده سكر وحادي زين. من صار عندي فوسفات، انضاف فوسفات، راح يعني من خلال انزيم الكاينيز زين، وطبعا هنا الاي تي بي راح يتحول الى اي دي بي، يعني حتى ينطي الاي تي بي المجموعه الفوسفات اللي عنده يشمرها
للجالكتوز. الجالكتوز واحد فوسفيت بتفاعل معين اللي هو تفاعل الإبيمير، يعني مال الإبيميرز. يعني احنا لازم انه هذا الجالكتوز واحد فوسفيت راح يبقى جالكتوز واحد فوسفيت بهاي الخطوه. بس شنو هنا الانزيم اللي هو ترانسفيريز، الانزيم اللي هو ترانسفيريز راح يكون يحدث ب اليو دي بي جلوكوز يتحول الى يو دي بي جالكتوز. يعني هنا مال الجلوكوز اليو دي بي يتحول الى يو دي بي مال الجالكتوز. زين هذا يسموه ايبيميريز. ايبيميريز مو مثل الايزومريز. يعني هسه الايزومريز واحد يمنى وواحد يسرى، زين، وواحد يجي يقعد بالنص. شلون؟ هسه خليني اوضح لك. مثلا ار اس اس بالايبيميريز ما راح، يعني من نعكسهم ايش راح يصير تتوقع؟ اس اس ار، مو صحيح؟ بس لا، بالايبيميريز راح يصير بهذا الشكل. يعني الار اللي كانت هنا باعلها، هاي الار راح تصير اس، يعني كله يصير اس. يعني هذول انعكسوا صحيح، بس هاي الار تبدلت. هذا القصد بالايبيميريز، يتحول الى جلوكوز واحد فوسفيت. والجلوكوز واحد فوسفيت بتفاعل انعكاسي يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت. هذا يعني احنا الخطوات مال الجالكتوز ما بيهن شيء فهم نهائيا، قليل الفهم اللي هو موجود هنا، هذا حفظ غالبيته. زين ربطه مباشرة المرض اللي هو الجالكتوسيميا. هذا المرض اللي هو الجالكتوسيميا هو جيناتيك ديفكت ليدز، يقود، هاي اسم الشخص الثالث، تو a lack of kinase، يسبب نقص بالكينيز او نقص بالترانسفيريز انزيم. اذا اي نقص بالكينيز، اي نقص بالترانسفيريز يسوي شنو؟ يسوي جالكتوسيميا، يسوي جالكتوسيميا. اي نقص بالكينيز واي نقص بالترانسفيريز يسوي شنو؟ يسوي جالكتوسيميا. زين باو حس هنا يقول لك the absence، الغياب of kinase is relatively rare، يعني غياب الكينيز هو نادر. And is characteristic، يعني يتميز by accumulation of galactose in tissues، يعني إذا غاب الكينيز راح يكون طبعا هذا هو شيء نادر وراح ينتشر الجالكتوز بالأنسجة. أما الأبسنس مال الترانسفيرز هو لا more common، أكثر شيوعا and more serious for both galactose and شنو and galactose واحد B accumulation accumulate in tissue، يعني هو اكثر شيوعا واكثر جديه انه ينتشر الجالكتوز، وينتشر الجالكتوز واحد فوسفيت ينتشر بالانسجه. شغله سهله كلش. accumulation او accumulated sorry galactose، الجالكتوز المتراكم in the tissue is reduced، يقلل to galactitol. شوف الجالكتوز المتراكم، متراكم جالكتوز راح يتحول جالكتيكول. شنو هو الجالكتيكول؟ aldehyde group reduced to alcohol group، هذا هو معنى الجالكتيكول. تحفظوا لي اياه كتعريف. زين شلون انه الجالكتوز يتحول جالكتيكول؟ by the activity of enzyme اللي هو انزيم اللي هو aldose reductase. الaldose reductase هنا راح شنو يحول الجالكتوز الى جالكتيكول، وهاي هنا موجوده قدامك انه الجالكتوز هذا صار جالكتيكول هنا. طبعا هذا الرياكشن دي بليتس تيشوز NADPH، يعني يستنزف ال NADPH من التيشو. شوف ال NADPH شلون تم استنزافه، والدليل انه هو مستنزف، يعني ماكو سهم هنا، يعني التفاعل مو انعكاسي، فتم استنزاف ال NADPH. consequences of galactosemia، العواقب مال الجالكتوسيميا، اول شيء هو راح يؤذي اللينز ويسوي كاتاراكت، هاي اول شيء. ثاني شيء بالنسبه لي يعني بعدنا نحكي عن العين، accumulation of galactose and galactitol in the eye بالعين may cause، أنا راح أسويها هاي may cause يعني أو may lead to شنو glaucoma، يسوي glaucoma، والglaucoma تسوي blindness. زين بعد شنو ال accumulation of glucose واحد فوسفيت، قبل شوية أول واحد بس الgalactose، ثاني واحد galactose وgalactitol. إذا galactose يسوي ضرر باللنز، إذا galactitol وغالكتوز يسوي غلاوكوما. اذا غالكتوز واحد فوسفيت لا يضر الليفر والكدني والبرين. تمام لو مو تمام؟ زين هسه راح نجي الى الميتابوليزم مال الفركتوز. هاي سهله بعد، نفس الخطوات السابقه تقريبا. الفركتوز راح نبدي بيه،
دائما بدينا بفكتوز، بدينا بجلوكوز، بدينا بجالكتوز، دائما اسوي واحد فوسفيت بالاي تي بي حول اي تي بي جاي نعاد الحكي. تبقى الخطوات الباقيه حسب النوعيه مال العنصر. هسه مثلا الفركتوز، الفركتوز راح يتحول الى جلوسر الديهايد ودي اتش اي بي. زين الجلوسر الديهايد ترايو بالترايوس كاينيز، جلوسر الديهايد بالترايوس كاينيز. ليش ترايوس كاينيز؟ لان قصده انه هنا راح ينتج ثلاثه، راح يتحول الى جلوسر الديهايد فوسفات، يعني من مجموعه فوسفات راح تنضاف للجلوسر الديهايد نفس الحكي. زين الدي اتش اي بي هم راح يتحول الى جلوسر الديهايد. شنو جلوسر الديهايد فوسفات؟ بس هنا ترايوز فوسفات ايزومريز، لان هذا بالنسبه يعني الدي اتش اي بي هو ايزومر بالنسبه للجلوسر الديهايد، لا اكثر ولا اقل، ما عليها واحد شيء. هنا انا بالنسبه للميتابوليزم مال البايروفيت هاي راح نشرحها ان شاء الله بكريبس بشكل مفصل، اللي هي موجوده بالمحاضره الثانيه. كفكرة عنها ما راح نتعمق بها، بس راح أعطيكم الفكرة إنه أنا بدورة كريبس ما أقدر أدخل الدورة كريبس، ما راح أشرح نهائياً أي شيء موجود بهذا السلايد عدا كم شغلة بسيطة، لأنه بكريبس راح تنعاد علينا وراح أشرحها بشكل مفصل أكثر. بكريبس أنا عندي الجلوكوز يريد يدخل الدورة كريبس، ما يدخل لأنه هو عنده شنو؟ عنده 6 كربون، هذا بار، هذا الجلوكوز ما يدخل دورة كريبس لأنه شنو عنده؟ عنده 6 كربون، ما يدخل، ما يصير. النوب اجى تحول إلى بايروفيت، الجلوكوز حول نفسه بطريقة أو بأخرى إلى بايروفيت، يعني عن طريق الجلايكوليسز والشغلات عود يابا حول روحه بايروفيت. بس اجى البايروفيت يدخل دورة كريبس، قال له كريبس همين ممنوع تجي. ليش يابا؟ قال له انت كنت جلوكوز 6 كربون، صرت بايروفيت 3 كربون، ما أقبل. لعد بهاي الحالة لازم يتحول إلى 2 كربون، لذلك يتحول إلى أستيل كو أي. يعني هاي خلاصة الكلام اللي موجود فوق. اللي راح ينظم هاي العملية هو إنزيم اسمه BDH. BDH هو بايروفيت دي هيدروجينيز، تمام لو مو تمام؟ هذا اللي راح ينظم هاي العملية اللي أنا استوني حكيتها. زين نجي هسه شو يقول هنا؟ يقول regulation of BDH reaction. هنا بالنسبة لل BDH reaction لو نركز عليه شوية، راح يكون أنا عندي نيجاتيف إفكتر أحفظه، ويكون عندي بوزيتيف إفكتر حفظ، وهذا كلش مهم بالنسبة لنا. إنه أول شيء ألوستيريكلي the reaction is sensitive to the energy statues، يعني الرياكشن التفاعل السنسيتيف هو حساس للإنرجي statues لوضعية الطاقة of the cell، so it is regulated by، بما إنه هي تتحسس للطاقة، بما إنه هي تتحسس لوضعية الطاقة مال السيل مال الخلية من ذكر إنرجي. قبل راح أتذكر لازم أكو أي تي بي وأكو أي دي بي. زين فأني دائما أخلي على بالي إنه النيجاتيف إفكتر من ضمنهم الأي تي بي والنادج. زين الأستيل كو أي هذا وياهم حسب العملية، يعني بما انه العمليه بيها بايروفيت وحكي على البايروفيت راح يصير اكو استيل كو اي، بس انت باقي الماده باقي الميتابوليزم كل ما تريد تقول نيجاتيف افكتر بالنسبه للانرجي راح يكون الاي تي بي والناد اتش من ضمنهم. زين البوزيتيف افكتر المؤثرات الايجابيه هم منو؟ الاي دي بي، دائما الاي دي بي، والبايروفيت تبع للعمليه لان احنا جاي نسولف على البايروفيت. زين هرمون ليك هرمونات انسولين اكتيفيتس، الانسولين يتنشط ذا انزيم او ينشط الانزيمات باي بروموتينج اتس شنو ديفوسفوريليشن. زين باي بروموتينج اتس ديفوسفوريليشن، تمام لو مو تمام؟ هذا هو كل ما يخص هذه المحاضره، ان شاء الله يكون الشرح واضح. احنا شرحنا المحاضرات ما شرحنا الورك بوك. زين انا اريد اشرح الورك بوك بصراحه، بس الورك بوك انا يعني وفق الخطه اللي انطيتها لنفسي وهي افضل خطه اشوفها، انه اقرا شيء يعني اقرا شيء من المحاضره وافهم كل شيء اقدر عليه من المحاضره وبعدين ارجع للورك بوك. ليش؟ لان المحاضره راح تبين لي الامور المهمه اللي يهتم بها الدكتور، وارجع للورك بوك فاهم المحاضره وشكو شغله ناقصه اكملها. فلذلك انا قرات بهاي الطريقه. زين يعني ورا ما استقرت على الشيء اللي يناسبني ورا هاي الاسابيع اللي داومنا بها هسه، استقرت على شيء مناسب انه اول شيء اقرا المحاضره بعدين الورك، تمام؟ وان شاء الله تكونوا استفدتوا او استفاديتوا. اي سؤال ان شاء الله احنا نكون حاضرين اذا نعرف الجواب، لان الميتابوليزم مو مثل الام جي دي حقيقه. الميتابوليزم
كلش مادة يعني فشي كلش متشعب وما تقدر انه انت تحصره بمحاضرة ومحاضرتين وكذا. صحيح الام جي دي هم بتفاصيل، بس تفاصيل الميتابوليزم تعادل اضعاف اضعاف تفاصيل الام جي دي. وشكرا.